السلام عليكم. الفيديو ده هيكون مختلف شويه، مش هنتكلم عن الماث والفيزيكس، لكن هنتكلم عن ايه اللي بيحصل في السيستم اللي عندي من بعد ما بخلص تصوير لحد ما برفع الفيديو على اليوتيوب. في ناس كانت بتسالني عن التولز والسوفت ويرز اللي انا بستخدمها في الكمبيوتر، زي ايه هو السوفت وير اللي انا بستخدمه في الديمو، وازاي بسجل الديمو، وازاي بدمج التسجيل اللي بيطلع من الديمو مع اللي بيطلع من الكاميرا. والحقيقه عشان اجاوب على الاسئله دي كنت كل اللي محتاجه ان انا اعمل ليست باسماء سوفت ويرز ولينكس ليها وخلص الموضوع على كده، لكن انا فضلت استغل الموقف واوريك التولز والسوفت ويرز دي على السيستم اللي عندي، لان السيستم اللي عندي الى حد ما مختلف شويه. وبالتالي زي ما قلت فرصه ان انت تشوف التولز والسوفت ويرز، وفي نفس الوقت تشوف الى حد ما ما يمكن تعتبره طريقه مختلفه شويه في استخدام الكمبيوتر. وبالتالي الكلام ده معناه ضمنيا ان مش كل الناس ممكن تكون مهتمه بفيديو زي ده، هيكون الى حد ما في شويه كلام تكنيكال. فلو انت مهتم بس او عايز تعرف ايه هي السوفت ويرز والتولز اللي انا بستخدمها، فانت ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتنزل في الديسكربشن تحت، هحط انا ليست بكل الكلام ده بلينكس للويب سايتس اللي فيها سوفت ويرز. ده جزء. الجزء الثاني اللي عايز اوضحه قبل ما اخش في التفاصيل هو ان انا مش ناوي، او الفيديو ده مش الغرض منه ان انا اوريك السيستم بتاعي كله واوريك كل الكونفيجريشن اللي في السيستم اللي عندي، ده موضوع كبير. انا كل اللي عايز اعمله ان انا الفت نظرك او اثير فضولك علشان انت زي ما قلت تشوف الى حد ما شكل مختلف ممكن ما تكونش شفته قبل كده لاستخدام الكمبيوترز. الله اعلم انت ممكن تكون استخدمته قبل كده، بس statistically مش ناس كتير بتستخدم الكمبيوتر بالشكل ده. طيب نخش في التفاصيل. كالعادة أنا مش عامل سكريبت، بس قدامي ورقة هنا فيها ليست بالتولز والسوفت ويرز اللي أنا عايز أتكلم عنها عشان إن شاء الله ما ننساش حاجة. ده السيستم بتاعي، ده لينكس، والديستريبيوشن دي تحديدا Arch Linux. الجرافيكال انترفيس مش ديسكتوب انفايرمنت العادية اللي بتنزل مع أغلب الديستريبيوشنز من اللينكس زي KDE ونوم. ده ويندو مانجر بس، وتحديدا تايلينج ويندو مانجر، والسوفت وير اللي بستخدمه كويندو مانجر حاليا i3 جابس. وعشان نفهم يعني ايه تايلينج ويندو مانجر هوريك الموضوع ده بشكل بسيط. مثلا لو انا فتحت ويندو فهي بتتفتح بالشكل ده، لو انا فتحت ويندو ثانيه بتتفتح جنبها بالشكل ده، لو فتحت ويندو ثالثه بتتفتح بالشكل ده وهكذا. فانا ممكن اتحكم في شكل الويندوز بتتفتح، هو عشان كده بنسميه تايلينج. تايلينج اللي هو زي بنسميه كده زي البلاط اللي هي حاجات كده بتتحط جنب بعضها. في انواع كتير من السوفت ويرز او في برامج كتير بتعمل الفانكشناليتي دي. زي ما قلت السوفت وير اللي انا بستخدمه ده اسمه i3 gaps. مش هتكلم بقيه الفيديو عن تفاصيل خاصه بالسيستم بتاعي اكتر من كده، انا بس حبيت اقول لك انا بستخدم ايه. طيب نبتدي بقى في تفاصيل التولز والسوفت ويرز انا بستخدمها في عمل الفيديوز. قبل ما نفتح اول برنامج خلينا الاول نشوف الفولدر ستراكشر بتاع البروجكت. فانا هستخدم اخر فيديو انا عملته في اللي هو الفيديو رقم 61 اللي عملت فيه اكزامبلز عن الماكسيمم والمينيمم فاليوز. اي فيديو عندي ده بيبقى بروجكت، والبروجكت بيبقى له فولدر خاص بيه، وتحت الفولدر فيه فولدر ثانيه وبتحط فيه كل الفايلز الخاصه بالفيديو ده. بالمناسبه السوفت ويرز اللي انا فاتحه دلوقتي ده الفايل مانجر بتاعي، ده احد الطرق اللي انا بنافيجيت بيها او بتحرك بيها في الفايلز والفولدرز او الدايركتوريز اللي عندي. خلينا حتى نكبر بشكل شويه عشان لو حبيت يعني الخط اللي عندي باي ديفولت صغير شويه. طيب اول فولدر عندي الاوديو، ده كل الاوديو فايلز بتنزل هنا. يعني مثلا هتلاحظ هنا ده الجزء بتاع الانترو اللي كلنا عارفينه، وده الجزء بتاع الاكزيت بتاع كل فيديو، ده دول اللي بيبقوا ثابتين في كل الفيديوز اللي في القناه. هنا بيبقى الفايلز اللي طالعه من الكاميرا دي اللي هي الكانون. هنا جيو جبرا، ده الابلكيشن او البرنامج اللي انا بستخدمه وان انا بعمل بيه ديموز، هوريه لك لحد ما بشيء اكتر من التفصيل دلوقتي. الايمجز لو انا الفيديو ده فيه ايمجز، طبعا في على الاقل عندي 1 ايمج اللي هي اللوجو اللي بينزل في اول الفيديو، ولو انا مثلا عايز اضيف حاجه زياده مثلا زي الثيورم ديت فبرضه بتنزل الايمج بتاعتها هنا. لاتك 50% من السبب اللي خلاني عملت الفيديو هو لاتك،
وبالمناسبة انت لاتك او ممكن تقول عليه ليتك لكن مش تكس، هي تك. زي ما قلت 50% من السبب اللي خلاني عملت الفيديو ده هو اللاتك ده، هرجع له بالتفصيل. ريزولف ده الفيديو اديتور بتاعي، ده اهم سوفت وير هنا، ده كل حاجه بتنزل فيه في الاخر برضه هقوله لك بالتفصيل. الفايل ده اللي هو دافينشي ريزولف بروجكت، ده البروجكت فايل بتاع دافينشي ريزولف. سكرين كاست لو انا بعمل ديمو، الفايل بتاع الديمو بينزل هنا. تاس كام ده الاوديو ريكوردر بتاعي. اي حد سيريس في عمل الفيديوز ما ينفعش يسجل الفيديو على الكاميرا ايا كان جوده الكاميرا، لازم يسجل على على ديفايس زي ده. فانا اللافالير مايك اللي انا لابسه دلوقتي بيطلع الصوت على او بيسجل الصوت على الديفايس ده، التاس كام ده. و بعد كده انا ببدل الاوديو تراك الموجود اللي بتسجل مع الكاميرا وبسينك الاوديو ده مع الفيديو اللي طالع من هنا. الفايل النهائي الاخير اللي برفعه على اليوتيوب بيطلع هنا. سيبك من دول الاربع فايلز تحت، دول هرجع لهم بعد شويه. طيب خلينا الاول نفتح دافينشي ريزولف. دافينشي ريزولف من شركه اسمها بلاك ماجيك ديزاين. هتلاحظ ان انا عندي هنا اربع بروجكتس بس في دافينشي ريزولف، وده لان انا ما كنتش بستخدم دافينشي ريزولف في الفتره اللي فاتت، وانا بديت استخدمه في اخر اربع فيديوز بس. الحقيقه انا مش اول مره استخدم دافينشي ريزولف، انا الحقيقه استخدمته من 2014. اول فيديو عملته في القناه عملته دافينشي ريزولف، بس الفيديو كان وحش قوي فشلته، ده كان فيديو قديم قوي. فدافينشي ريزولف مش جديد بالنسبه لي، لكن كان عندي بعض الليميتيشنز خلتني ما استخدموش واستخدم حاجه ثانيه. هتكلم عن النقطه دي بالتفصيل شويه في نهايه الفيديو. طيب ده دافينشي ريزولف. خلينا مثلا نتكلم عن البروجكت ده اللي هو مثلا الكالكولس 61 اللي هو نفتح ده البروجكت اللي انا هستخدمه في الفيديو ده. دافينشي ريزولف كابلكيشن مشهور جدا، او هو معروف تاريخيا بان هو قوته في الكالر كوركشن والكالر جريدنج، يعني بيستخدم حتى في البروفيشنال موفيز في هوليوود والكلام ده. ما كانش بيستخدم قوي كفيديو اديتور، لكن مؤخرا ابتدوا يعملوا انتجريشن لبعض الموديولز الثانيه او بعض السوفت ويرز او بعض الكابابيلتيز الثانيه، فبقى الى حد ما فول سويت من الفيديو اديتنج. يعني انت هنا الجزء ده بتعمل فيه الاديتنج، بتقطع وبتلزق وبتشيل وتحط اللي انت عايزه في التايم لاين بتاعك، وهنا ده الفيوجن ده كان ابلكيشن لوحده، ده مجهوف مع ريزولف، ده اللي بتعمل فيه الانيميشن والافكتس والكلام ده، تقريبا ملوش استخدام عندي خالص. هنا بقى ده زي ما قلت الجزء بتاع الكالرز، ده اللي هو اهم جزء في شغل دافينشي، بستخدمه بشكل كبير لان موضوع الكالرز مهم. فير لايت ده الاوديو لما بتحب تظبط الاوديو. وهنا الريندرنج لما بتخلص، ده تقريبا كل اللي انت عايز تعمله في اي فيديو، بتخلص الستبس ديت وفي الاخر بتطلع على الديليفر، ده اللي بتعمل فيه بقى الريندرنج الاخير عشان تطلع الفيديو اللي انت هترفعه على اليوتيوب. طيب هتلاحظ هنا ان الفايلز دي مش موجوده، الفايلز اللي باللون الاحمر ده. وهنا بقى خلينا نرجع للجزء بتاع الكانون. الكاميرا اللي عندي بتصور H264، ده الكودك اللي الكاميرا عندي بتصوره. دافينشي ريزولف اللي عندي الفيرجن ده تحديدا، ده الفري فيرجن، مش بيسبورت ال H264، وبالتالي فانا لازم احول الفايل اللي بيطلع من الكاميرا لفايل اقدر استخدمه دافينشي ريزولف. البيد فيرجن من دافينشي ريزولف ثمنه حوالي $300، كان زمان ب $1000، دلوقتي ب $300 تقريبا، بيسبورت H264، لكن انا بستخدم الفري فيرجن، فلازم اعمل الكونفرجن ده الاول. لو انا الكاميرا عندي بتصور بكودك دافينشي ريزولف اوريدي يقدر يفهمه، فالخطوه ديت انت مش محتاجها. طيب الابلكيشن او التول اللي بستخدمها في ان انا اعمل الكونفرجن حاجه اسمها FFmpeg، من اهم المالتي ميديا تولز. ويتنظر اي حد بيشتغل في المالتي ميديا والفيديوز والكلام ده لازم يشوف FFmpeg، عشان بس اديك مثلا لو احنا قلنا FFmpeg هو انه مثلا ماينس عايزين نشوف ايه مثلا الكودكس، خلينا نعمل less، دي الكودكس اللي FFmpeg بيشتغل عليها. لو انا عايز اشوف مثلا الفورماتس، دي الفورماتس اللي FFmpeg بيشتغل عليها.
الابلكيشن ده صغير جدا وكوماند بيزد لكن فيري باورفول وبيسبورت عدد كبير جدا تقريبا كل الكودكس الا لو كانت حقوق وبتاع حقوق ملكيه والكلام ده، لكن غير كده اف اف ام بيج هتلاقيه بيسبورت الكلام ده. طبعا زي ما قلت اف اف ام بيج ده تيرمينال، كل السوفت ويرز اللي عندي هنا او اغلبها الا ما ندر تيرمينال بيزد. فانا طبعا هنا المفروض هرن كوماند وادخله انبوت وطلع له اوت. طبعا انا مش هعمل الكلام ده، انا عندي اوريدي سكريبت عامل فيه الكلام ده اللي هو to mov، فانا برن في الكوماند ده والكوماند دوت بياخد اي انبوت عندي اللي هو الفايلز اللي انا هعمل لها conversion دلوقتي واحولها لي البروريز كوديك بروفايل في 3 وبروفايل عالي بيطلع فايل حجمه كبير، يعني مثلا الفايل دوت مثلا حجمه 4 جيج بعد ما اعمل له conversion ده هيبقى حوالي مثلا 60 جيجز. انا مش فارق معايا موضوع المساحه لان انا بمجرد ما بيخلص البروجكت بشيل الفايل الجديد ده الام او في فايل بعمل له ديليت، علشان كده انت هنا مش شايف الفايل دي لان انا اوريدي خلصت الفيديو وطلعت الفيديو اللي انا عايزه وعملت ديليت ليهم. ليه انا بعمل ديليت؟ لان انا ممكن اجنريت الكلام ده من الفايل الاصلي الام بي 4 في اي وقت زي ما انا هعمل دلوقتي. الاوديو ما يفرقش معايا لان هنا عامل الكوديك بي سي ام، انا مش فارق معايا زي ما قلت الاوديو خالص اللي داخل سواء كان في الكاميرا او هنا لان انا بستخدم الاوديو اللي طالع من الديفايس ده. طيب انا طبعا مش هرن الكوماند دوت، انا هروح للشيل و زي ما قلت هعمل السكريبت واقول له رن كونفرت الكلام ده الام او في فايلز. طبعا معرفش اذا كنت انت سامع صوت السي بي يو، السي بي يو طبعا عالي دلوقتي وهتلاحظ ان الرقم هنا السي بي يو عالي والتمبرتشر هتعلى لان شغل المالتي ميديا الى حد ما سي بي يو انتنسيف، مش لحد ما هو فيري سي بي يو انتنسيف. طيب انا طبعا مش الكلام ده هيقعد مثلا حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، انا طبعا مش هستنى ده، انا اوريدي عملت الكونفرجن عشان كده هم دول بقى ايه الفايلز دي. فانا هاخد الفايلز دي واحطها في الريزولف بروجكت علشان اشتغل عليها. لو رحت دلوقتي هنا هتلاحظ ان في بعض الفايلز ابتدت تظهر، طبعا باستثناء دوت عشان الديمو بس، هو تقريبا لان كان في فايل تاني للديمو انا ما عملتلوش كونفرجن، بس الفايلز اللي هي الام او اي فايلز موجوده. بس ببتدي بقى اشتغل على الايديتنج قلت القص واللزق والكلام ده. طبعا هتلاحظ ان هنا انا اوريدي قلبت الفيديو، هنا بعمل عمليه الفلاب. خليني اوريك نقطه سريعه، لو انا مثلا رحت ل بلاش ده حتى خلينا نروح للفايل الاصلي اللي طالع من الكاميرا سوري من كانون بنيجاتيف، ده الفيديو الاصلي. هتلاحظ ان الفيديو مقلوب زي ما قلت، انا بكتب باليمين مش بالشمال وكل حاجه انا بصورها مقلوبه، ولما بروح في الفيديو اديتنج سوفت وير بعمل عمليه الايه الفليب دي. طيب هنا مثلا هتلاحظ ان انا حاطط هنا مثلا نسيت مثلا وانا بكتب ان انا اقول ليميت از اتش جوز زيرو، فانا ممكن اضيف هنا تكست في دافنشي اي فيديو اديتنج سوفت وير بيعمل الكلام ده. طيب نيجي بقى للجزء اللي جاي اللي هو الجزء المهم اللي انا عايز اتكلم عنه. هنا مثلا انا عايز اكتب ثيورم ومش عايز احطها بايدي، انا عايز اكتبها. طيب هتلاحظ ان انا ضايف فايل كده من بره للثيورم دي. طيب انا ليه ما كتبتش الفايل ده هنا زي ما عملت مثلا الجزء ده؟ ليه كتبت الثيورم في شكل منفصل؟ لاحظ الاف دي هنا مش زي مثلا ال ما فيش هنا ولا حاجه فيها اف. الـ A مثلا دي غير الـ A دي. من الاخر كده اللي عايز اقوله لك ان مثلا الـ F دي بتاعت IF غير الـ F بتاعت الفانكشن. اللي عايز اقوله هنا ان في سينتاكس او في شكل معين فونت معين ل او تايب سيتنج معين للماثيماتكس سيمبل. فلو انا عايز ارسم ماثيماتيكال سيمبلز محتاج استخدم حاجه معينه، سوفت وير معين، ده اللي هو لاتيك. نيجي بقى لايه؟ للاتيك. لاتيك عباره عن تايب سيتنج لانجوج زي كده ال HTML، يعني بتكتب كود بشكل معين او بتكتب تكست بشكل معين وبعد كده في انجن بيرندر الكلام ده او يكومبايل الكلام ده ويعمل لك اشكال معينه بناء على الانستراكشنز اللي انت اديتها للانجن بتاع لاتيك او الماركب لانجوج. لاتيك لانجوج قديمه الحقيقه، هي اصلا تك وهو البروتوكول الاصلي كان عمله كمبيوتر ساينتست حوالي سنه تحديدا سنه 1978 وسنة 1984 تقريبا جه واحد تاني عمل اللاتيك اللي هو زي يعني لانجوج كده كانت فوق التك بروتوكول لان التك كان السنتكس بتاعه صعب شويه، فاللاتيك الى حد ما سهل السنتكس حبتين. طيب خلينا نشوف لاتيك. لو انا فتحت التكست لو انت رحت
وعملت طبعا لاتك بيشتغل على اي اوبريتنج سيستم ويندوز لينكس وماك. فانت لو جبت اي اديتور للاتك لو اديتورز مخصوصه مش هتضطر تكتب كل السنتكس بايدك، هيبقى فيه الى حد ما دراج ودروب، يعني الموضوع هيبقى الى حد ما اسهل شويه من هنا. لكن انا هنا عندي تمبلتس وبقعد اكتب الكلام بايدي، بالنسبه لي ده افضل. بس يعني عايز اقول ان انت مش مضطر تعمل اللي انا بعمله هنا دلوقتي. طيب زي ما انت شايف في سنتكس معينه، طبعا مش هتحرك الا السنتكس في السنتكس ده، بس اللي عايز اقول لك ده دوكيمنت مثلا علشان اكتب حاجه معينه. في هنا طبعا عايز حاجه تلاحظها ان اللي قدامنا ده مش الاكشوال ايمج بتاعت الثيورم، مجرد كاتب تكست بشويه انستراكشنز. ولو حتى رحنا هنا عشان اوريك لاتك، الفولدر بتاع لاتك ما فيهوش غير الفايل بتاع التكست فايل ده. طيب فين بقى الايمج؟ الايمج بتيجي لما انت بتكومبايل الكلام ده. طبعا اللاتك سويت لما بتنزل بينزل معاها البروجرامز اللي بتحول التكست ده لبي دي اف. فانا المفروض دلوقتي اران كمان بي دي اف لاتك وادخل له الثيرم دوت تي اكس او تك واطلع بي دي اف فايل. بس انا طبعا مش هعمل كده لان انا اوريدي عامل مابنج للكلام ده، بحيث ان انا لما ادوس زرارين معينين كده في الكيبورد يعمل الكومبايل ده مباشرة. هتلاحظ حتى ان هنا البي دي اف ده طلع، ولو انا هنا كمان عملت زرار تاني هتلاحظ، بس هو عشان صغير شوية، هتلاحظ ان البي دي اف فايل فتح مباشرة. طبعا ميزة حاجة زي كده ان انا، خليني حتى اوريك مثال افضل شوية، خليني اوريك مثال على، انا هنا بستخدم تو تمبلتس دايما بستخدمهم في اغلب الفيديوز. المثال ده افضل شوية. طبعا هنا البي دي اف فاضي لان انا ما عملتش كومبايل، لكن انا لو عملت كومبايل دلوقتي وفتحت الفايل هيطلع الايكويشن زي ما انت شايف، ده ترو ماثيماتيكال ايكويشنز. هنا عندي هنا رمز الليميت وعندي هنا رمز الفراكشنز، وطبعا لو عايز اعمل هايلايت لاي حاجه وهنا تحت كنت حاطط اف ايكوال ام اي، ممكن اعمل اللي انا عايزه. يعني مثلا خلينا نروح عند بلاش ده، خلينا نروح عند الليميت. لو انا قلت مثلا خلينا نكتب عايزين ايه مثلا، انتجريشن مثلا، عايزين نحط رمز الانتجريشن، هعمل كومبايل هتلاحظ ان هو مباشره رمز الانتجريشن هنا. طبعا الميزه لو لاحظت ان انا بمجرد ما انا عملت كومبايل الفيور اللي عندي بتاع البي دي اف فيور، بالمناسبه البي دي اف فيور ده اسمه زاثورا، هو دوكيمنت فيور بيفيو دوكيمنتس كتير بما فيها البي دي اف. هتلاحظ ان انا بمجرد ما عملت الكومبايل زاثورا عرف ان البفر اتغير وعمل لود يعني عرف ان الفايل اتغير وعمل لود للداتا جديدة في البفر، وبالتالي انا مش مضطر اقفل وافتح الفايل كل مره ما بغير فيه التكست الفايل عندي. فده يعني فيري كونفينينت عندي هنا وانا بحضر لي دوكيمنت كبيره بالشكل ده. بستخدم في عندي تمبلت تانية للاتك اللي هي بالشكل ده مثلا زي الثيرم، لو انا عندي ثيرم بسيطة. يعني غالبا انا لما بعرض ماثيماتيكال اكسبريشن غالبا يبقى ليست اوف ايكويشنز زي بروف مثلا او ثيرم زي ما احنا شفنا. البي دي اف فايل اللي طلع مش هو اللي بيخش فيه ريزولف، غالبا ريزولف ما اعرفش اصلا البي دي اف فايل، فانا عايز ايمج، عايز بي ان جي فايل. فده يقودنا ل التول اللي بعد كده. في ايمج مانيبيوليشن بروجرام اسمه ايمج ماجيك، ده تيرمينال بيزد ايمج مانيبيوليشن بروجرام. يعني انت بتعمل اديتنج للايمج بس من خلال التيرمينال بباس كوماندز. فهو اتس فيري كونفينينت وفيري فاست وفيري لايت. فانا مش مضطر افتح مثلا ابلكيشن زي فوتوشوب او جيمب او ايا كان ابلكيشن من الابلكيشنز الكبيره دي عشان اعمل تعديل بسيط في ايمج. ففي كوماند انا ممكن اعمل له رن عشان يكونفرت البي دي اف فايل دوت لبي ان جي فايل. انا عامل اوريدي سكريبت سوري انا عامل سكريبت اوريدي في اسمه تو بي دي اف تو بي ان جي. الكوماند اسمه كونفرت، لكن زي ما قلت هو الكوماند ده جزء من باكج اسمها ايمج ماجيك، وبقول له تريم عشان انا مش عايز كل البيج، عايز بس الجزء اللي فيه التكست، وباس شويه بارامترز وفي الاخر بيطلع البي ان جي البي ان جي فايل. لو عايزين نشوف الكلام ده مثلا خلينا نفتح ده هنا مثلا. انا مثلا خلينا نقول احنا كنا فاتحين ايكويشن ماشي، فا ايكويشنز
هرن الكوماند اللي بيعمل الكونفرجن، فهتلاحظ انه مباشره اتحط هنا فايل جديد اللي هو البي ان جي فايل هنا، والبي ان جي فايل ده هو ده اللي انا بقى هاخده وادخله في ريزولف. لما زي مثلا الفايل اللي عندي ده كان فايل فين الفايل اللي كان اللي هو الفايل ده مثلا ثيورم، باخده بعد كده بدخله في ريزولف واحطه في المكان اللي انا عايزه بالسايز اللي انا عايزه وهكذا. فده ازاي بعمل الماثيماتيكال سيمبلز في الفيديو. طيب نيجي بقى للديمو، ازاي بعمل الديمو. الديمو بعمله زي ما قلت بابلكيشن اسمه جيو جبرا. خلينا نطلع في ورك سبيس جديده. لو فتحنا جيو جبرا، اذا كان في ابلكيشن واحد انا بكرهه في اللاندسكيب في في في, في السيت اب بتاعي هنا في البلاتفورم بتاعتي، فهو الابلكيشن ده لحد ما بريميتيف قوي، بياخد مني مانوال ورك كتير عشان اعمل بيت ديمو. في ابلكيشنز ثانيه افضل منه، بس للاسف مضطر يعني اتعلم الابلكيشن دي، وانا بصراحه ما عنديش مش لاقي وقت للكلام ده. لكن انا بصراحه لو انا عندي وقت اول تول هغيرها هي التول دي. المهم عشان بس ندي لمحه سريعه عن ازاي التول دي بتشتغل، لو انا رحت هنا مثلا لمثلا ده كان مفتوح اوريدي، اللي هو ده تقريبا اخر ديمو انا عملته. الموضوع بسيط. خليني اوريك مثلا في فيو مثلا الجبرا. انا مثلا هنا عندي الفانكشنز دي، كتبت الفانكشن وقلت طلع لي الديريفيتيف بتاعها والديريفيتيف الثاني بتاعها وشويه كلر كودز. فتلاحظ مثلا دي الفانكشن الاولانيه ودي الفانكشن الثانيه ودي الفانكشن الثالثه. عندي هنا مثلا لاين اللي هو ده، وعندي شويه بوينتس. اللي انا عايز اقوله هنا هو ان البوينتس دي بتبقى يعني مرتبطه ببعضها. ازاي بقى الكلام ده بيتعمل في الديفينيشن بتاعه البوينتس؟ يعني انت مثلا عندك البوينت هنا اللي هي بوينت A، خلاص هي بوينت على الاكس اكسس فما فيش فيها اي ديبندنسيز، لكن بقيه البوينتس دي بتعتمد على البوزيشن بتاع او الكوردينتس بتاعه البوينت A. فانا لو رحت على البوينت اللي هي f of A هنا، هتلاحظ ان قيمتها هي قيمه الاكس بتاعه البوينت A وقيمه الفانكشن f عند البوينت A، وبالتالي فانا بمجرد ما بحرك ال A الكوردينتس بتاعتها بتتغير، وبالتالي الكوردينتس بتاعت ال f of A بتتغير. نفس النظام هنا ونفس النظام هناك. الديمو ده تحديدا بسيط سهل. انا عملت كان في ديموز ثانيه فيري كومبلكس، بس الفكره هي طبعا لما بيكون الديمو كبير البانل دي بتتملي، يعني ممكن اعمل 4-5 صفحات من الايكويشنز ومن البوينتس دي. فبتاخد مجهود في اوقات في بعض الاحيان يعني. فانا بحاول بصراحه اتجنب الديموز دي على قد ما اقدر الا لو لها فعلا فايده، لانها بتاخد وقت. طيب عملنا الديمو عشان بس ما ننساش حاجه. طيب عملت الديمو، وانا بعمل الديمو وانا عايز اسجل اللي انا الحركات اللي انا بعملها دي او الموفز اللي انا بعملها دي، هنا يجي دور السكرين كاست. وبنرجع مره ثانيه للاف اف ام بيج. كان الاول بس نشيل الكلام ده. لو لاحظت في هنا عندي علامه فوق بتقول ريكوردنج، لان انا اوريدي عامل سكرين كاست، فانا مش هرن سكرين كاست، وده مش هينفع رن تو سكرين كاست في نفس الوقت، ومش هينفع اوقف ده والا اللي انا بقوله ده هيقف. بس انا عايز اوريك الكوماند مبدئيا كده. السكرين كاست اللي انا بعملها دلوقتي بتيجي هنا، يعني هتلاحظ ان الفايل ده عمال بيتغير، السايز بتاعه عمال يكبر. السكرين كاست اللي انا شغال فيه دلوقتي بيعمل بيحط بيحط السكرين كاست فيديو اللي هو بيسجله في المكان ده. الكوماند اللي بستخدمه زي ما قلت هو ffmpeg، فخلينا نفتحه بشكل سريع. سكرين كاست ده يعني سكريبت، ما يهمكش انت، اللي يهمك الكوماند ده. طبعا السكريبت هنا انا كل دوت اصلا تايد على تو كيبورد، كي مابينج على الكيبورد، بتوجل بتوين ان انا بريكورد وبوقف الريكوردنج. لكن الكوماند هو ffmpeg وبحدد له الفريم ريت. طبعا الفريم ريت اللي هو هياخد كام صوره بير سكند. الفيديو هو شويه صور بيتجمعوا مع بعض، والسموثنس بتاعت الفيديو بتتحدد بناء على في كام بتاخد كام صوره في السكند. في الستاندرز مثلا في 24 وفي 30 وفي 60. الرقم اللي هنا ده مش 30، ليه اقل شويه من 30؟ لان الرقم ده هو الفريم ريت اللي بتاع الكاميرا بتاعتي. الكاميرا الكانون اللي عندي بتصور ما عندهاش 30، هو السيتس بتاعتها فيها 23 بوينت سمثينج يعني مش 24 بالظبط، و29 بوينت سمثينج يعني مش 30 بالظبط. فانا بخلي الفريم ريت بتاع
السكرين كاست يبقى بالظبط زي الفريم ريت بتاع الكاميرا، لان التعامل مع تو ديفرنت فريم ريتس في نفس البروجكت في نفس التايم لاين الى حد ما بيعقد الدنيا شويه، فانا مش محتاج ده، فبخليهم الاثنين زي بعض وبخلص. الفيديو سايز ده ال 1080 ده السكرين ريزولوشن بتاعتي. الفورمات بيجي من X11 ده الجرافيك ببساطه شديد جدا، هو الجرافيكال انترفيس بتاعت او الجرافيكال سيستم في اللينكس سيستمز. طبعا الموضوع الى حد ما اكبر من كده، بس يعني ده الجي يو اي باختصار. الاي دي الانبوت، دي الادرس بتاع السكرين، فانا بحدد له انا هصور من انهي سكرين. فانا لو عندي اكتر من سكرين فانا هحدد له الادرس بتاع السكرين اللي عايز اصور منها، او حتى اصور من الاثنين لو انا عايز. الالسا ده الاوديو. في لينكس سيستمز في تو اوديو سيستمز مشهورين، الالسا وبالس. مش فارق معايا، انا بس بستخدم الالسا، مش فارق معايا بستخدم ايه. زي ما قلت انا الاوديو تسجيل الاوديو انا بس بحطه هنا بس علشان في الاخر اسينك مع الاوديو ديفايس هنا، فانا حتى مش لازمني الكواليتي بتاعه الاوديو اللي هنا خالص. وديفولت اللي هو الديفولت انبوت اللي هو بيبقى المايك اللي داخل في الكمبيوتر. النقطه اللي عايز اتكلم عنها بالتفصيل شويه هي دي، فخليني اكبر دي شويه. الفي كودكس، انا قلت من شويه ان المالتي ميديا كونفرجن والتسجيل والحاجات دي بتبقى سي بي يو انتنسيف، لكن هتلاحظ ان السي بي يو دلوقتي مش شغال، ما بيعملش حاجه بالرغم ان انا بعمل سكرين كاست. والسبب هو ده، لان انا الانكودنج ده الكودك ده يخلي اف اف ام بيج يوفلود البروسيسنج على الجي بي يو. الستاندرد H264 انكود كودك في اللينكس هو اللايبراري دي، ده الكوماند القديم اللي بستخدمه دلوقتي. انا بستخدم ده، ودي بيخليه يستخدم الانفيديا انكودنج اللي بيخليه يروح يستخدم الجرافيكس كارد بدل السي بي يو. ليه انا عايز اعمل كده؟ لان الجرافيكس كارد اوبتمايزد للتعامل مع النوع ده من البروسيسنج، فبالنسبه لي افضل الجرافيكس كارد بيعمله بشكل اسرع واهدى من غير حتى يعني الجرافيكس كارد اللي عندي المروحه بتاعته ما بتلفش. لو انا بعمل ده على السي بي يو، السي بي يو هيلف بصوت عالي وهيبان الايفورت اللي هو بيعمله. عشان حتى لو عايزين نشوف الكلام ده، انفيديا ده مثلا الحاجات اللي بترن عندي في الانفيديا دلوقتي، هتلاحظ ان ريزولف شغال في انفيديا واخد حجم كبير، واخد حوالي جيج. هتكلم عن الموضوع ده بعد شويه برضو في نهايه الفيديو. وده الاف اف ام بيج بتاع السكرين كاست برضو شغال هنا. وطبعا الاكس اورجلن ده الاكس سيرفر، في كده كده هو شغال على بطبيعه الحال بيستخدم الجرافيكس كارد. بقيت بقى الحاجات اللي هي ايه، يعني البروفايل في كام ثريدز. طبعا مش فارق هنا الثريدز لان اصلا ما بستخدمش السي بي يو في الحاله ديت. وبرضه نفس النظام بحط اي اوديو علشان اسينك الاوديو مع الفيديو في النهايه. الباقي ده مش مهم. ف اف اس ام تيج زي ما قلت من التولز المهمه بستخدمها في حاجات كتير في الفيديوز، وفري وفيري فيري باورفل. بالمناسبه اغلب الاوبن سورس تولز اللي موجوده في اللينكس اللي بتعمل فيديو اديتنج، الباك اند بتاعها اف اف ام بيج. الريندرنج سيستم بتاعها في الباك اند اف اف ام بيج، فهو اتس فيري امبورتنت تول. طيب ده بالنسبه للسكرين كاست. بمجرد ما السكرين كاست بتخلص خلاص بيطلع عندي زي ما قلت فايل بالشكل ده، باخده بروح بحط مثلا في المكان بتاع السكرين كاست وهو كديمو. انا طبعا برضه نفس النظام، هو عشان H264 فهو مش بيروح لل دافينشي ريزولف ما فهموش، فانا برضه لازم اعمل له الكونفرجن. عشان كده حتى هتلاحظ ان الفايل ده برضه ما زال باللون الاحمر لان انا ما عملتلوش الكونفرجن للام او في. طيب بعد ما بخلص بقعد بقى ايه، بظبط الدنيا هنا وفي الاخر برندر وبيطلع الفايل بتاع اليوتيوب وارفعه. طيب ده اللي انا بعمله النهارده. عايز اتكلم برضو عن شويه تولز، تحديدا ثلاث تولز او اثنين، وفي الاخر كده هتكلم سريعا عن اوديو تول لان انا استخدمتهم لفتره طويله. اول واحد اللي هو بلندر. خلينا حتى نروح نفتح بلندر. خلينا نقفل ده، اعتقد ان انا اوريدي بلندر. حتى نرميه على بلندر. من افضل التولز اللي انا استخدمتها في حياتي رغم ان انا ما بعرفش استخدمه كويس. الفيديوز بتاعت الكالكولس كلها حقيقة، تقريبا الفيديوز بتاعت القناة كلها اللي موجودة النهاردة باستثناء اخر 4 او 5 فيديوز معمولين ببلندر.
بلندر هو اصلا 3D graphics program. زي ما انت شايف هنا كيوب، ممكن تعمل شويه حاجات زي كده، وده اخري فيما يتعلق بالجرافيكس. ما اعرفش اعمل اكتر من كده، هي اتس فيري كومبلكس تول. من الحاجات اللي كان نفسي اتعلمها، لان الحقيقه لو حد بيشرح اي ماده تعليميه وعنده القدره ان هو يحط الكونسبتس اللي عنده في باستخدام تولز بالشكل زي كده ويعمل انيميشن، فيري باورفل تول. للاسف انا مش حلو في موضوع الجرافيكس ديزاين ده. مهم، طيب ايه بقى علاقه دوت بالفيديو اللي انا بعمله؟ العلاقه ان بلندر مش بس 3D graphics tool، هو كمان في فيديو editor، وده اللي انا كنت بستخدمه هنا. بحط الفيديوز، كان very easy و very fast و simple، مش بالكومبلكس بتاع DaVinci Resolve. DaVinci Resolve في learning curve. طيب ايه اللي خلاني وقفته؟ اللي خلاني وقفته ان علشان هو اصلا 3D graphics design، الفيديو editor كومبوننت اللي فيه very poor very primitive. اعتقد ان هم اخر مره عملوا لها ابديت ايام التسعينات والله اعلم، فهم مش مهتمين بيها قوي. فالفريم ورك بتاع الموضوع ده كله محتاج غالبا يتغير. عشان اقول لك مدى سوء الموضوع اللي هنا، ان انا ممكن الفيديو اللي بعمله ريندرنج هناك في دافينشي ريزولف في 3 دقايق، يعني هنا دافينشي ريزولف بعد ما بخلص كل حاجه وبروح اقول له بقى هنا خلاص ستارت ريندر عشان اطلع الفايل انا هوديه على اليوتيوب، اللي اعمله هنا في 3 دقايق اعمله في بلندر في حوالي 4 او 5 ساعات. وبالمناسبه بلندر بيستخدم FFmpeg، بس ده مش عيب FFmpeg، ده عيب الالجوريثمز والبقيه بقى التفاصيل اللي موجوده في بلندر. فهو مش عيب FFmpeg، عشان يبقى ايه، في سوفت ويرز ثانيه كتير بتستخدم FFmpeg وبتبقى سريعه والبرفورمانس بتاعها بيبقى كويس. اللي كان بيخليني استخدم السوفت وير ده، برضو احد الحاجات اللي كان بيخليني استخدم السوفت وير، ان السوفت وير ده له احترامه في عالم الاوبن سورس. الحقيقه له تاريخ مشرف قوي. موضوع بلندر ده كان المفروض ان هو مش هيكمل، يعني هو كان سوفت وير قديم معمول تقريبا، الديفلوب بتاعه يعتبر بدا من الثمانينات، وكان يعني داخل بقى في شغل السيليكون جرافيكس وحاجات من دي. في واحد داتش كان هو الراجل الواقف ورا السوفت وير ده، من الناس اللي انا بحترمها الحقيقه في رحلته في ان هو وصل السوفت وير للشكل اللي هو فيه دلوقتي. بلندر النهارده بيستخدم في هوليوود، وبيستخدم في كتير من البروفيشنال جرافيكس ديزاين. فاي حد سيريس فيما يتعلق بالجرافيكس ديزاين انصحه بشده ان هو يبص على بلندر اذا ما كانش اوريدي بيستخدمه. البلندر طبعا عشان بس نبقى كلير، البور بيرفورمانس اللي موجود في الفيديو اديتور مش موجود اطلاقا في الانجن بتاع الجرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين الانجن بتاعه فيري فاست، ومثل ان هو بيوتيلايز الاثنين السي بي يو والجي بي يو. ده بخصوص بلندر. السوفت وير الثاني اللي كنت عايز اتكلم عنه بلندر، طبعا زي ما قلت عشان هو اصلا 3D graphics، وبالمره في فيديو اديتور، فما فيهوش اوديو اديتنج تول زي دافينشي ريزولف. يعني دافينشي ريزولف كنت الاوديو اديتنج اللي هنا اللي هو فير لايت ده فيري باورفل، بقدر اعمل فيه حاجات كتير. بلندر ما فيهوش الكلام ده، فكنت بستعيد عن الكلام ده بان انا استخدم سوفت وير ثاني للاوديو اسمه اوداسيتي. اوداسيتي برضو فري اوبن سورس سوفت وير، وبيستخدم برضو في يعني بيشتغل على لينكس، بيشتغل على ويندوز، واعتقد بيشتغل على الماك كمان. بس فدول التو سوفت ويرز اللي كنت بستخدمهم مينلي في الفيديو اديتور كبديل عن دافينشي ريزولف. ليه بقى ما كنتش بستخدم دافينشي ريزولف من الاول، وايه اللي خلاني كنت بعاني مع بلندر الفتره دي كلها؟ هو ان انا ما كانش عندي جرافيكس كارد تقيل كويس. ريزولف الابلكيشن ريزولف بيعتمد بشده على الجرافيكس كارد، فانت لو ما عندكش جرافيكس كارد كويس ريزولف هيعاني. على عكس مثلا البرودكتس بتاعت ادوبي زي ادوبي بريمير مينلي فوكس على السي بي يو. طبعا هو بيستخدم الجي بي يو كمان، زي برضو ما بلندر بيستخدم الجي بي يو بيستخدم السي بي يو، بس مينلي بلندر فوكس على الجي بي يو، في حين ان بريمير مينلي فوكس على السي بي يو. اخر سوفت وير عايز اتكلم عنه بشكل سريع، معلش غالبا الفيديو ده طول دلوقتي، هو ماي بينت.
انا ما عدتش بستخدم السوفت وير ده لان انا ما بقتش بستخدم الستايلس. بس لو لو بتفكر يعني تعمل فيديو او مهتم بالفيديوز بتاعت خان اكاديمي ستايل, البروجرام ده فيري فيري سمبل. في بروجرامز دلوقتي من اوتوديسك, اوتوديسك كانت بتعمل التولز ديت بفلوس, دلوقتي تقريبا خلوها بفري. بس انا ما زلت بصراحه بفضل ماي بينت, لان ماي بينت اول حاجه اوبن سورس, الحاجه الثانيه ان هو فيري ايزي, وفي فيتشر حلو قوي ان هو ممكن اروح فيه فول سكرين. طبعا انا بس عشان في كام حاجه شغاله فاتاخر شويه, فانا فول سكرين, فانا ممكن استغل الريل استيت اللي عندي كلها, مساحه السكرين كلها ممكن استغلها في ان انا اكتب اللي انا عايز. طبعا انا ما عنديش ستايلس هنا, لو انا عندي ستايلس المفروض يعني الخط يبقى افضل شويه من كده. طيب اللي كنت بعمله فيه ان انا طبعا انا بقالي فتره ما استخدمتش الابلكيشن دوت, ف الى حد ما باك جراوند تشوزر, فانا هقول مثلا بلاك كالعاده واقول اوكي. في تريك تانية كنت بعمل هنا الكالرز, مثلا لما كنت بحط الكالرز عايز اغير الالوان مثلا, فانا بغير كده وبكتب كده وهكذا, فانا مش عايز ده يحصل ومش عايز اقعد اسويتش كل شويه وانا في يعني لو رحت في الفول سكرين مود مفيش الكالرز, فانا عايز اغير الكالرز بشكل سريع على طول. فكنت بستخدم بعمل تريك كده ظريفه, فكنت بعمل ايه, كنت اروح اغير البراش الاول. يعني لو حد عايز يستخدم السوفت وير دوت بالطريقه ديت اهو, كنت تشينج البراش, وكنت باجي على ده وبتبقى الخط بتاعها كبير, وباجي هنا مثلا عند اللون الاحمر واحط بوينت هنا, واجي مثلا عند اللون الازرق واحط بوينت هنا, اجيب كل الالوان اللي انا بستخدمها في الفيديو, والاصفر مثلا يا سيدي مش مشكله, وهكذا. وبعد كده بسيف الكلام ده. خلينا اول نرجع للبراش العاديه, كنت عاده بستخدم البراش ده. زرار كي بيعمل ستريت لاين, فانا بقوم جاي عامل ده كده بحيث ان انا اعمل حسابي ان انا ما اكتبش بعد النقطه دي. ليه؟ لان في زرار برضه في بينت مفيد قوي اللي هو ار, لما بدوس زرار ار بيتحول الكرسر للكالر سيلكتور, فانا بقوم جاي هنا بقى في الحته دي واقوم جاي متحول للاحمر هنا واقوم جاي متحول الازرق. طبعا انا لو فول سكرين اقدر اعمل الكلام ده من غير ما اتحرك, فكان بصراحه فيتشر من الفيتشرز المهمه جدا. لو انا عايز امسح بدوس اي, لو عايز ازود السايز بتاع المسح بعمل كده. ميزته ان هو فيري فريندلي في الشورت كاتس, ومش محتاج يعني مش محتاج تتعلم حاجات كتير عشان تستخدمه. زي ما قلت في شويه فيتشرز حلوه, يعني انت ممكن تعمل خط كبير, خط ستريت بالشكل ده, لو دوست شيفت تعمل حاجات تانية, لو دوست شيفت يتعامل معاك بزود 45 درجه تقريبا في كل نقله. مش عايز ده, انا عايز ده, وعايز اوبس سوري نسيت السوفت وير, ما استخدموش بصراحه بقالي فتره طويله. وممكن تعمل ده مثلا, وبعد كده تقوم جاي عامل مثلا ده, فيبقى عندك مثلث, ممكن تعمل ده, عندك دايره وهكذا, ممكن تعمل بيه اللي انت عايزه زي ما قلت, وممكن ترجع تاني بقى وتكتب نوتس مثلا وهكذا. فده ماي بينت, حبيت بس اقوله لك بشكل سريع للناس اللي مهتمه بخان اكاديمي ستايل. زي ما قلت مش ده السوفت وير الوحيد الموجود, بس ده اللي كنت بستخدمه, وبصراحه ما زلت شايف ان هو من افضل التولز اللي حاجه زي كده. اتمنى ما اكونش نسيت حاجه, ومعلش انا مش عارف بصراحه الوقت الفيديو هيكون قد ايه, بس غالبا هيكون فيديو طويل. حبيت اوريك بشكل مختلف من, خلينا حتى نقفل خلاص, احنا مش عايزين نسيف اي حاجه من الكلام ده, يعني بقفل انا الكلام ده براحتي. حبيت اوريك يعني شكل تاني من السيستمز. طبعا انا لما بستخدم السيستم بستخدمه شكل اسرع بكتير من اللي انت شفته. انا بس يعني علشان بتكلم ومركز في سيناريو معين, لكن انا يعني السيستم ده اوبتمايز ان هو يكون افيشنت. انا تقريبا ما بفكرش وانا بتحرك في او بنافيجيت في السيستم. طبعا السيستمز اللي من النوعيه دي بتبقى ديزايند للكيبورد, الماوس تقريبا انا ما بستخدموش غير علشان ابوينت, او طبعا لو انا في ابلكيشن زي مثلا الابلكيشن بلندر مثلا, وفي الفيديو ايديتور طبعا لازم تستخدم الماوس في حاجه زي كده. لكن تكست, نافيجيشن, فايلز, الكوماندز اللي انت بتديها, كل ده يعني ما بستخدمش فيه الماوس في اغلب الوقت, والسيستمز دي ديزايند لكده.
اتمنى اكون اضفت لك حاجه جديده، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.